غنتكلم على واحد المجال سهل وهو انه اليوم مثلا في مجال ديال الاشكاليه ديال الماء انه اولا واجهنا الظرفيه ديال الجفاف اللي كانت بحال اللي قال الاخ صديقي هي جفاف من 1940 ما شفناها في المغرب ثانيا اننا وبالتالي الحمد لله شفتو ما كانش المشكل ديال اللي كنا تنعرفوا مظاهرات العطش ما شفناهاش في الصيف الماضي فضل المجهودات اللي بذلنا فضل الاستباقيه اللي كانت والتدابير اللي خديناها بالنسبه لكل الاحواض المائيه المتضرره ثانيا كذلك اننا اشتغلنا وعطينا انطلاقه للعديد من المشاريع المهيكله من بينها بالنسبه لتحليات المياه يمكن نقول لكم بان ان شاء الله هذا الشهر بالنسبه لاسفي وبالنسبه للجديده غيمكن يستافدوا من تحليات المياه وهذا امر مهم لان غيقلل من الضغط في هذا الاطار وطلقنا كذلك واحد الامر اللي هو اساسي وتنشكر كذلك هذا في اطار توجهات لجاج جلاله الملك في الافتتاح ديال البرلمان في الدوره ديال اكتوبر اللي وضع واحد الخريطه الطريق وهو النقل كذلك ديال المياه اللي تنعتبروا تنسميوها طرق سيار المياه اللي انطلقت الحمد لله واللي غتكون جاهزه في صيف ديال ديال هذه السنه، شوفوا هذه 20 سنه وحنا نتكلم على هذا الموضوع، راه حققنا في اقل من سنه ونص، وهذا تيبين كذلك التحول اللي ماشيين فيه، زيادة على الخريطة الطريق اللي وضعها جهة الملك واللي هي فيها التركيز على ما هو مرتبط بالحلول الهادفة بحال تحلية المياه، بحال معالجة المياه العادمة، بحال ما هو مرتبط كذلك بالاقتصاد. في الماء وما هو مرتبط كذلك بالنسبة ديال الحفاظ على الفرشاه المائيه والعقد الفرش اللي وقعنا عليها مؤخرا في العديد من المناطق <applause>